أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن الزيارات المتبادلة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الدوما الروسي تساهم في تعزيز التعاون على المستوى التشريعي والبرلماني والاقتصادي والصناعي ودفع العلاقات إلى مزيد من التطور، إلى جانب توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الدولية، فضلا عن اكتساب العديد من الخبرات وتبادل التجارب في شتى المجالات التي تهم مصلحة البلدين الصديقين. ومتابعة للزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد برلماني بحريني إلى روسيا بدعوة من مجلس الدوما، ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي. بعد التحية سعادة النائب، ماذا تضيف مثل هذه الزيارات للعمل البرلماني والدبلوماسية للنيابة؟ مساء الخير، وكذلك انتهز الفرصة لمسي بالخير على السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. طبعا هذه الزيارة وغيرها من الزيارات بداية تأتي تجسيدا إلى الدبلوماسية البرلمانية التي أطلقها معالي رئيس المجلس الأخ أحمد بن إبراهيم الملا، والتي تأتي دائما إلى يعني بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البرلمان البحريني وبين كذلك باقي البرلمانات، سواء في المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية. طبعا هذه الزيارة طبعا زيارة خاصة جدا، ولها كذلك يعني خصوصية لدينا نحن في مجلس النواب البحريني، لأنها بداية تأتي يعني كاستجابة إلى الدعوة من يعني البرلمان الروسي، وكذلك أيضا تأتي ردا كذلك على زيارتهم المتميزة إلى مملكة البحرين منذ عدة أشهر. اليوم نحن في اليوم الثاني للزيارة، وطبعا بحثنا الكثير من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك بين البرلمان البحريني والبرلمان روسيا الاتحادية، والتقينا بالعديد من يعني رؤساء الكتل والأحزاب والعديد من التنفيذيين. طبعا قبل قليل التقينا كذلك بالممثل الخاص إلى الرئيس الروسي بوتين، وكذلك مساعد وزير الخارجية، وتطرقنا يعني في الحديث عن ملفات هامة لها علاقة بالتعاون بين مملكة البحرين وبين الاتحاد الروسي، و أخذنا طبعا ناقشنا جانب كبير من التعاون على المستوى التشريعي أمانة. سنلتقي كذلك اليوم في مجلس الدوما الروسي برئيس كتلة الحزب الحاكم، سنلتقي كذلك بنائب رئيس المجلس، سنتناول كذلك العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. يعني في عجالة إذا سمحت لي أن أختم، بأن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات التي دائما ما ينتهجها المجلس المنتخب في مملكة البحرين تأتي بداية تأكيدا إلى الدبلوماسية البرلمانية، وكذلك تأتي لكي يعني نضع تلك الدول في مستوى ما أنجز في مملكة البحرين على الصعيد التشريعي وعلى كافة الأصعدة. والحمد لله نلاقي الكثير من الدعم، يعني عندما نقوم بهذه الزيارات من الدعم ومن التفهم إلى مواقف البحرين والبعث كذلك. نعم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.